خلوني أبا بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ما أو الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. عاوز أكلمكم بقى في التربية والمبدأ ده في التربية، لأنه التربية أكتر حاجة ممكن يبان فيها المبدأ ده. اللي أنت بتزرعه في عيالك هتحصده لما يكبر. شوف أنت زرعت إيه، وهمشي مع الكتاب المقدس كدليل ان المبدأ ده مستمر. وانا بكلم ناس كلكم مربيين، ان كان كخدام لانه الخادم بيعتبر مخدوميه هو مسؤول عنه كمربي، ان كان كاباء وامهات، ان كان كجدود وجدات، انتوا ليكوا دور. ففي بيوت زرعت وحصدت. تعالوا نتفرج على شويه بيوت في الانجيل زرعت ايه وحصدت ايه، منها نخاف شوية ومنها نتعلم برضو نزرع ازاي ونحصد ازاي. اول بيت اتكلم على بيت ابونا ابراهيم. بيت ابونا ابراهيم، ابونا ابراهيم ده فيه صفة جميلة جدا. الراجل ده عينه مليانة بربنا. ابراهيم غني وغني جدا، بس غناه بربنا، يعني هو أحلى حاجة في حياته أنه صاحب ربنا. ما يعرفش عدد غنمه قد إيه، وما يعرفش الأراضي اللي عنده قد إيه من كتر غناه. لما جاء اختبار لوط، جاء اختبار صعب أن ابن أخوه بيسرقه، أو مش بيسرقه، تجملا نقول طمع. أبونا إبراهيم ممكن يقول لا ده حقي، ممكن يفكر في مصلحته، ممكن يقول أنا ما عنديش عيال لازم أشيل القرش لمراتي لحصل لي حاجة، كلام بتاع الدنيا ده. أبونا إبراهيم ما فكرش خالص غير في حاجة واحدة بس، أن الدنيا دي رخيصة جدا، وأنا أهم حاجة يفضل لوط ده حبيبي ويفضل ابني، هو يغلط أنا ما غلطش، هفضل أبوه ومسؤول عنه حتى لو بيستغلني في اللحظة دي. اللي حصل ان لوط خد الارض الخضر، راح سدوم وعمور. ابونا ابراهيم حسب الاتفاق ممنوع يقرب من الارض الخضر، خلاص لازم هيفضل في الصحر وماله. وظهر له المسيح وزاد الخير عند ابونا ابراهيم. فضل ابونا ابراهيم بهذا الكرم مع كل الناس، طريقته كده كريم بزياده. تدور الايام نشوف اسحاق. اسحاق اتربى في البيت ده اللي هو ايه، ادي وزع ببقى من غير ما تحسب، مغرق الغلمان بتوعه خير. كل واحد بيشتغل عند ابونا ابراهيم بقى مليونير لانه بيشتغل عند ابونا ابراهيم من كتر ما ابونا ابراهيم ده سخي. ابونا ابراهيم مش عاش اسحاق، نلاقي اسحاق يتكرر السيناريو بطريقه تانية. ناس من الارض عاوزه تستغله، اسحاق في بركه، منين ما يحفر بير البير يجيب كتير، ولا كأنه بيفهم في الرأي هو كده، لأنه راجل مبروك جدا، يقول لما زرع حصد 100 ضعف، حاجة مش طبيعية. طب يعملوا ايه؟ ده راجل حلو قوي نستغله. فبقوا يستغلوا، الناس تمشي وراه، منين ما يحفر البير ينطوا على البير ياخدوه، ويلا عاوز تتخانق نتخانق، لا ما بتخانقش، ياخد جنب. ليه؟ ما هو ابويا كان بيعمل كده. ابويا ما كانش بيتخانق على فلوس، ابويا عينه مليانه، فانا طالع عيني مليانه زيه. فهمتوا التربيه بتعمل ايه؟ اسحاق خد من ابوه انا لا يمكن اتخانق على فلوس، لا يمكن ارفع قضيه عشان فلوس، يلا اللي يروح يروح هيجي غيره. بهذا المنطلق اللي عاش فيه ابونا ابراهيم عاش فيه ابونا اسحاق. هم دول البطرك، هم دول الاباء الكبار، هم دول رجال الايمان. طب لما كان يتنازل بالسهل يحصل ايه؟ 100 ضعف. الدنيا تجري وراه، ما يجريش وراها ابدا. ولما قعدوا يتفقوا معاه في اليوم ده طلع له بئر 7، اكبر بئر بقى من نصيبه، لمكافأة من ربنا، بما انك بتسيب للناس حقك انا غرقك، انا ادي لك اكتر من حقك. دي تربية. في واحد سامع ابوه على التليفون بيتخانق وبيهري على قرش، على جنيه مع اخوه، طب متصور الولد ده هيعمل ايه؟ هيركن ابوه في ارخص بيت مسنين لما يكبر عشان خساره الفلوس فيه. خلينا واضحين، ده اللي بيحصل. ما يزرعه الانسان، شايف ابوه بيتخانق على القرش، خلاص هو حب القرش في اللحظه دي، هو حبه
ونسي المبادئ، نسي الفضل بتاع الإخوات على بعض والكبار على بعض. هو ده المبدأ. أنت يهمك الفلوس، ما تصدقش أن ولادك يطلعوا كرمة، ممكن يطلعوا أوحش منك والفلوس تدمر حياتهم. تلاقي أب وأم بيتخانقوا كتير على الفلوس، ابنهم يتطلق بعد سنة. هم اتخانقوا بس تلصموا، هو ما تلصمش، هو خد أسوأ ما فيهم. فمجرد اختلف مع امراته على قرش، لا دخلنا في طلاق. ايه ده؟ ده ما يزرعه الانسان اللي شافه في بيت ابوه، والنكد اللي سمعه، والسيناريو بتاع الفلوس واهمية الفلوس. خلاص توعظ مهما توعظ، ده اللي اتزرع، اللي اتزرع هو اللي بيطلع. وضحت الفكرة؟ تعالوا نشوف بيت تاني. نفس البيت، بينما ابونا ابراهيم متميز جدا في الفضيلة دي، ابونا ابراهيم عنده نقطة ضعف، فاكرينها بتاعت ايه؟ شوية بيخاف من الناس، بالذات اللي عينيهم فارغة، عينيهم زايغة. فقال لسارة انت امورة، يعني هي فرحت بقى وصدقت بيعكسها ولا حاجة، فايه ما تقوليش انك مراتي. الغريب والعجيب، بعد يجي 40-50 سنة اسحاق يعمل نفس الحركة. طبعا الواد طالع لابوه، انت متصور ايه يعني؟ ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. أين تستغرب إزاي يعني نفس القصة دي؟ قصة نادرة ما بتحدث يعني. لكن مش داعيبة. فكان في أبويا غالبا مامته قالت له، يعني سارة طبعا ما سكتتش، جابت إسحاق بقى في يوم وقالت له استنى أحكي لك أبوك عمل فيا إيه. أبوك في يوم كسف يقول إن أنا مراته قبل ما تتولد. طب النتيجة إيه؟ إن إسحاق في لحظة ضعف كرر نفس غلطة أبوه. معرفة، شفتوا قد ايه الحكايه بتبان؟ الذي يزرع الانسان اياه يحصد ايضا. حاسبوا من اخطائكم، ولادكم هياخدوها فوتوكوبي، بس ساعات يجسموها بقى، يعني ايه يكبرها شويه، فتبقى مصيبه اكبر، لانه يعني مش هتطلع بنفس المقاس كمان. طيب في موضوع جواز اسحاق، برضو ابراهيم كان له قصه جميله، عنده إيمان غريب وعجيب. أبونا إبراهيم قال بما أننا ربنا اخترنا ممنوع تتجوز إسحاق إلا من العيلة. العيلة هي اللي لسه فيها شوية معرفة ربنا. هتروح لعيلة والدتك في آخر الدنيا تجيب عروسة وتيجي. لا بلاش تروح، خلي العازر الدمشقي يروح. يا بابا ده كلام في الزمن ده؟ في واحد هيجيب لي عروسة ويجي؟ يعني إيه يعني؟ وبعدين لازم تطلع من العيلة؟ لا، وتطلع كريمة كمان. بإيمان أبونا إبراهيم وصلاته وإصراره أن لازم عروسة ابنه تبقى من اللي يعرفوا ربنا، بهذا الإيمان يروح لعزر الدمشقي آخر الدنيا ويقابل لبان ويقعد ويخطب رفقة الإسحاق وهي ما شافتوش، وتطلع رفقة التانية آخر كرم بتسقي الجمال ببلاش، ويصعب عليها الرجل الكبير، وتضيفه في بيت أبوها من غير ما حد ولا تعرف انه وراه غرض. كويس، تدور الايام، نلاقي اسحاق لما عجز قال له يا ابني ما تاخدش بنت الا من عيلة امك، عشان هم دول اللي لسه فيهم ربنا برضو. تسافر تاني وتبعد عن عيسو، عشان عيسو هايج اليومين دول، وتتجوز من هناك. بصوا نفس الحرص، الحرص على انها بلغتنا النهاردة لما أب وأم يبقوا حريصين إن ابنهم يتجوز بنت روحانية متدينة أهم من أي حاجة، أو يناسبوا ناس بيخافوا ربنا قبل أي حاجة. هو ده المحك الأساسي. ابنك في يوم من الأيام وهو بيجوز بنته أو ابنه هيعمل نفس اللي أنت عملته، لأن هو شافك أنت بتفكر إزاي وأنت بتجوزه. بتفكر إزاي؟ لا بتفكر في فلوس، ولا مش عارف هيدفعوا كام وندفع كام، ولا لا لا، كل اللي يهمك انه دول بيخافوا ربنا بجد. والعريس ده او العروسة دي بتوع ربنا، اي حاجة بعد كده تهون. زي ما ابونا ابراهيم فكر، ابونا اسحاق في يوم من الايام فكر. يبقى القصص الشبه المتكررة دي بتؤكد القاعدة، الذي يزرعه الانسان اياه يحصده. طريقة تفكيرك كأب بتتنقل لولادك، ترتيب الاولويات في دماغك بتنقل لولادك.
ايه اهم من ايه عندك بيوصل لعيالك؟ وكل الاهل يقول لك احنا ما يهمناش الفلوس، وتقريبا كلهم بيتخانقوا على فلوس، بس من ناحيه الكلام كله يقول احنا الفلوس ما تفرقش. طبعا كلام، مين بقى اللي هيقفش الموضوع؟ الصغير اللي عايش في البيت هيعرف ان ده كلام، وهياخد نفس القصه دي وهيعيش بيها بعد 20-30 سنة. طب ندخل على بيت ابونا اسحاق. بيت ابونا اسحاق في غلطه كبيره، ان اسحاق ميز عيسو. يجوز رد فعل لان رفقه ميزت مين؟ يعقوب. الاثنين توأم المفروض، يعني فوق راس بعض. قال عيسو يشجع ابنه كمنه بيصطاد، كل ما يجيب له صيدة حلوة تعجبه. طب ده اسحاق اقصد، يعني يا ابونا اسحاق وانت ليك في الاكل يعني والشرب؟ ده انت شفت المسيح بعينيك، شافه مرتين ابونا اسحاق، يعني موضوع الاكل ما يفرقش. لا، ابونا اسحاق صاحب مزاج. فايه عيسو داخل مزاجه عشان بيجيب له مرة غزالة ويجيب له مرة ماشي. ورفقة التانية بقى واخدة ابنها جنبها، تعال اطبخ معايا يا حبيب مام. طبعا دي مصيبة، طبعا دي مشكلة تاني. الاتنين كرهوا بعض، عيسو ويعقوب ما عرفوش يحبوا بعض. والظاهر طلع يعقوب لئيم، يعني عيسو عنيف بس يعقوب لئيم، واللقم يغلب العنف في ساعات. ايه اللخبطة اللي انت عملتها يا ابونا اسحاق دي؟ مش تاخد بالك انت ومراتك وانت بتربي عيالك؟ مش تحببهم في بعض؟ هم اللي هيعيشوا البعض بعد كده. مش تركز انه توزع حبك بالظبط بالتساوي بينهم؟ ما خدوش في باله. تدور الايام، يعقوب يقع في نفس الغلط. طب يعقوب ده انت اتمررت من القصه دي. تميز يوسف عن كل الاخوات، تميز رحيل في الاول، وبعدين تميز يوسف وغلطه بتجيب غلطه، هي نفس الغلطه بتاعت جده ابوه كبير. ونلاقي بقى إن كان عيسو عاوز يموت يعقوب، إخوة يوسف حاولوا يموتوه فعلا. طب ما هي غلطة من نفس النوع، فاهمين الفكرة؟ نفس نوع الغلط. نقطة ضعفك يا حبيبي بتتنقل لعيالك، الحق عالج روحك، لأن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. عيالك حتى في الخدمة، عشان في ناس يجوز ما عندهاش ولاد بالجسد أو مرتبطوش. طب والمخدومين بتوعك؟ لو انت مش بتصلي مش هيصلوا، مهما كلمتهم عن الصلاة. الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، دي نتيجة التربية. برضو عشان نقول الجانب المضيء، أبونا اسحاق لما كان يسيب بير ورا بير حبا فالله، تمسكا بمبادئ أبونا إبراهيم، ظهر له المسيح مع آخر بير وقال له هديك بركة محدش خدها، ظهر له عند بئر سبع. أبونا يعقوب لما خرج وعيسو عاوز يموته وحاسس بذنبه وبقى وحيد في الصحراء، جاله المسيح في حاران في قصة السلم. يعني شاف المسيح غالبا، حكى ليعقوب وعيسو قال لهم أنا شفت ربنا وجالي يبارك لي عشان أنا عرفت أسيب حقي، وجاب لي بركة كبيرة، بئر سبع يا أولاد اللي انتوا شايفينها دي. كان بيحكي لأولاده. عشان كده يعقوب أول ما شاف المسيح نازل في السلم عارفه، ما ده اللي حكالي عنه بابا. فإذا الرؤية شافها اسحاق، رجع شافها يعقوب. ليه؟ لأنه أنت بتعرف تسيب حقك، بتعرف تتنازل، بتعرف تبعد عن الشر. طب بدل بتبعد عن الشر أنا أقف جنبك. بيت كمان، بيت جدعون. بيت جدعون ده بقى إيه؟ يحزن. مع أن جدعون في أول قصته دمه خفيف جدا وراجل لطيف وقاضي فاضل، انما جدعون للاسف يعني في حتت كتيره مش كويسه. عارفين جدعون؟ واحد من القضاء اللي كان بيحارب المديانيين، وحصل زي شبه معجزه ان ربنا نصره على اعداد غفيره بعدد محدود جدا، بحكايه الايه؟ الجره والمصباح. بعد ما انتصر جدعون واحتوى المشكلة وطلع المديانين من حصار شعبه، يقول صنع جدعون أفودا وجعله في مدينته في عفر. الأفود هنا يا جماعة معناه حاجة تبع الوثنيين، لبس خاص بعبادة الأوثان.
وزنى كل إسرائيل وراءهما. أول ما تسمع عن الوثنية تسمع عن الزنا على طول. يعني جدعون صرح بعبادة الأوثان والزنا. هو القاضي، هو الكبير، تنازل بعد ما انتصر. الكلام ده بعد إنجازات جدعون. وكان ذلك، بصوا التعبير، كان ذلك لجدعون وبيته فخا. يعني ما كانش واخد باله ان ده اللي هيدفع ثمن الغلطة دي عيالك. وزل مديان أمام بني إسرائيل، ما هو المديانين اتكسروا خلاص. واستراحت الأرض 40 سنة أيام جدعون، بس لسه طبعا ما في عاملة سودة هنا. وبعدين راح يربعل، يربعل هو جدعون، بس يربعل الاسم اللي أطلقوه على جدعون لأنه هد البعل، فسموه يربعل يعني ضد البعل أو عدو البعل، فاسم جدعون هو اسمه يربعل. راح يعمل إيه بقى؟ هو بيجوز براحته وعنده عيال كتير، إنما يقول جانا لجدعون 70 ولد خارجين من صلبه، لأنه كان له نساء كثيرات. وسرية التي في شكيم، راح خد واحدة مش مراته خالص من حتة اسمها شكيم، جابت له ولد سماه أبي مالك. طبعا كل ده لخبط، من أول الأفود للنساء الكثيرات للسرية كده، دخلنا في لخبط. كل دي أفكار وثنية، وعنده 70 عيل، وعنده عيل مش من الجواز اسمه أبي مالك. مات جدعون والدفن. لا استنى بقى، خد عندك اللي هيحصل بسبب عمايل جدعون. بعدها على طول يحصل ايه بقى؟ كبروا العيال. راح ابي مالك ده بقى، ابي مالك ده الابن غير الشرعي، خلي بالكم، تكلم اخوه امه عنه في اذان كل اهل شكيم بجميع هذا الكلام. راح ابي مالك قال لهم ايه؟ يا بتوع شكيم، مش انا املك عليكم اولى لاني من بلدكم، بدل ما يملك عليكم 70 واحد مش من بلدكم؟ ضحك عليهم. فشكيم عجبهم الكلام، قالوا اه بلدياتنا برضه. قال لهم خلاص تعالوا ساعدوني نخلص من 70 دول، اخواته، مفروض دول اخواته، عشان املك عليكم. فقالوا اخونا هو، ودوا له فلوس واستاجر بيها شويه بلطجيه، من يومها يعني في بلطجيه، وايه، وراحوا بيت عفر وقتل 70 راجل على حجر واحد. 70 اخواته ولاد جدعون، ما هي دي عمايل جدعون الحقيقه. هو اللي اشاع الوثنيه وساب البلطجه واخذ نساء كثيرات وجاب عيال ما يعرفش اسمائهم، وفي الاخر جايب واحد من الزنا. طب انت متوقع ايه هيحصل؟ ايه ابي مالك اول مصيبه قتل 70، لسه ما خلصتش المصيبه. في واحد من 70 صغير اسمه يسام هرب، ده واحد اصغر واحد في 70. يحصل ايه؟ يسام جري طبعا، هرب بجلده، فاصبح مطلوب القبض عليه، لان خلاص دلوقتي الجدع اللي اسمه ابي مالك استفرد بالملك. يسام ده كان دمه خفيف برضه، بس ايه، عنده حكمه، فحكى حكايه انا بحبها، حكايه تتقال للعيال الصغيره بس دمها خفيف برضه. حكى حكايه يقول ايه، وقف على جبل جرزيم اللي هو بتاع السامره ده، شكيم هي اصل هي عاصمه السامره زمان، وقال لهم بصوا يا بتوع شكيم، انا عاوز احكي لكم حكايه. واقف بعيد عشان ما حدش طوله يعني، عشان لو هيجروا يجري. قال لهم طلعت الأشجار مرة تقول إيه، عاوزين شجرة تبقى الملكة بتاعتنا، تبقى الملكة. فراحوا للزتونة قالوا لها املكي علينا. قالت لهم أنا أشتغل ملك؟ ده أنا عندي زيت وزيتون يغذي الناس ويفرح ربنا، لأن زيت الزيتون كان دايما مادة في العبادة ويأكل الناس. لا أنا ما بقاش ملك على الأشجار، أنا عندي رسالة أهم. هو بيحكي كأنه شجرة الزيتون رفضت الملك وقالت خليني في رسالتي. راحت الأشجار للتينة وقالوا لها يا تينة تعالي خليكي ملك علينا. قالت لهم أنا التين بتاعي بيطلع حاجة حلوة، بيطلع سكر، وثمري الطيب بيفرح الناس. التين كان دايما زي الايه، الفاكهة الديزرت يعني، هي دي الايه، الحلو اللي بعد الأكل عند اليهود، ده اللي بيدي طاقة، وده الأكلة الشعبية بتاعت المفرحة يعني. قالت لهم لا أنا مش محتاج. راحوا للكرمة، يا كارما خليكي ملكة علينا. قالت لا أنا أسيب الكارما، تطلع مستار، المستار اللي هو الخمر النقي قوي قبل ما يخمر يعني يخمر. قالت لهم لا مش لاقين ولا شجرة تقبل تبقى ملكة. أم راحوا لمين بقى؟ العوسج. إيه العوسج ده بقى؟ نبات شوكي ملوش ثمر، أسوأ نوع يعني، تمسكه يشوكك، ما بيطلعش حاجة عدلة. ده شغلته، عارفين العوسج شغلته إيه؟ يولعوا بيه النار.
ده شغلة الشجر العوسج. فراحوا للعوسج يقولوا له يا عوسج ما تعالى تملك علينا. وطبعا لا عنده حلاوة التين ولا زيت الزيتون ولا مستار الكرم ولا عنده حاجة. يقوم العوسج يقول لهم ايه، كل ده حكاية بيحكيها يوسام بس حكاية لها مغزى. قال لهم بصوا بقى، لو هتعملوني ملك تعالوا تحت ظلي كده لحسن تطلع نار مني تاكلكم. يعني ايه، فرد على طول وقلب عليهم وتاكل ارز لبنان. طبعا العوسك ده قد كده، ارز لبنان قد كده، بس يعني يقول انا اطلع نار اكل الارز. فيسام بقى ابتدى يفسر، قال لهم شوفوا يا بتوع شكيم، لو انتوا اللي عملتوه ده كان صح واخترتوا ابي مالك، يبقى العوسك مين بقى؟ ابي مالك. فهمتوا؟ وكل اللي فاتوا دول ولاد، يعني كانوا يجي منهم، كانوا ممكن يبقوا مكان ابوهم جدعون. إن كنتوا فعلتوا خير مع يربوع، يعني أبويا اللي كان أنقذكوا في الوقت ده، كان المدينين هيمسحوا كل الشعوب دي، لولا وقفة جدعون كان حتى بتوع شكيم دول هيموتوا. فبدل ما يفتكروا معروف جدعون قتلوا 70 ولد من ولاده. فهمتوا المشكلة؟ فطبعا يسام صعبان عليه حتى من أهل شكيم، لأنه من غير أبويا كان زمانكم ميتين. قال لهم أبويا حارب عنكم وخاطر بنفسه وأنقذكم، أنتوا النهاردة قمتوا على بيت أبويا وقتلتوا 70 راجل على حجر واحد، ملكتم أبي مالك ابن أمته لأنه أخوكم. بصوا لو أنتوا عملتوا الصح وشايفينه صح افرحوا بالملك بتاعكم، ولو ما عرفتوش تفرحوا بيه هتطلع نار تاكلوا وهتطلع منه نار تاكلكم. يعني زي اللي دعا عليهم ايه، خليكوا بقى ما انتوا تستاهلوا بعض. فمين لما تقول لواحد انتوا تستاهلوا بعض، ما هو التاني وحش وهم وحشين، اهل شكيم وحشين وابي مالك شراني. فعلا ما فاتش سنتين وقعوا في بعض، موتوا بعض وبهدلوا بعض. ارجع تاني واقول غلطة مين؟ جدعون. فمين الفكرة؟ المآسي دي كلها ايه، حتى ابي مالك مات بعدها بحاجة بسيطة، لان اهل شكيم هم اللي موتوه، اللي عينوه ملك رجعوا قلبوا عليه وموتوه. لكن كل الخطأ من الرجل الكبير اللي بعد ما ربنا اشتغل بيه الحقيقة مشي غلط ولخبط الدنيا، وقع الولاد في بعض وساب لهم العيشة كلها لخبطة. بيت تاني، بيت داود. طب داود رجل الله، وداود بتاع مزامير وحلو، إنما داود فتح الباب زيادة لموضوع تعدد الزوجات. والبعض بيدافع عنه يقول في الوقت ده ما كانتش الشريعة صريحة زيادة أو واضحة قوي، وكان ممكن يعني، المهم يعني هو فتح الباب. طبعا لما فتح الباب ده طلعوا عيال كتير أمهاتهم مش بيحبوا بعض، فطبيعي لازم نشوف بعد كده إن أبشالوم قتل أمنون. فهمتوا الفكرة؟ ما هو ده أمه غير ده. وبعدها بشوية أدونايا كان عاوز ياخد الملك من سليمان. إذن العيال ما طلعوش حبايب، لأن بداية الأمهات ضرات. يعني كمان داود انشغل جدا بالملك، هو كان مشغول بالهرب من شاول وانشغل زيادة لما بقى ملك، فطلعوا للأسف عياله مش متربين، أغلبهم ما لهمش في ربنا، ما ركزش غير مع سليمان بعد الغلطة الكبيرة بتاعته. كمان داود وقع في خطية كبيرة، انه استحل زوجة واحد من قواده بس شبع. طب داود نفسه كان في صراع بينه وبين اخواته، بس مش هو السبب فيه الحقيقة، لكن كان قضية مين يملك بعدية دي كانت شغلاهم. اللي حصل ان بيت داود بعد داود الكيرف نزل خالص، تلاقوا امنون اعتدى على سمار، وابشالوم قتل امنون، وادونايا حب ياخد الملك واتقتل بعده. حاجة مآسي. طب المآسي دي تطلع في بيت داود؟ آه. ليه؟ عشان أخطاؤه نزلت للمستوى اللي تحته. كلام يخوف يا حبايبي، كلام بجد يخوف، مع إن ده رجل عظيم وحسب قلب الله ورجع وتاب، بس أي مرار عاش فيه وهو حاسس بالذنب، أنا السبب في اللي بيحصل لعيالي أكيد، لأنه فاهم ربنا كويس. بيت سليمان، طبعا سليمان خد عن أبوه موضوع الزوجات، بس فتح الرابع بقى يعني من غير كنترول خالص.
طبعا لما جاب زوجاته سراري، واي ملك ياخد بنته زوجة، يعني حتة سياسة كده يعني. طبعا طلع رحبعام شخصية خفيفة ضعيفة، لان واحد من مئات من ولاد سليمان، صحيح هو البكر يعني، بس ما وابوه ما طلعش راجل يعني. فرحبعام ده لقيناه شخصية ضعيفة، لانه الموضوع ما كانش بقى فيه روحانية وتربية مركزة ازاي نربطهم بربنا، واللي عمل الهيكل ما ربطش ابنه بالهيكل. طب يا رحبعام صلي عشان تعرف ربنا عاوز ايه، ما سمعناهوش بيصلي خالص. مشورة المستشارين وبعدين مشورة العيال، لا مشورة العيال احسن. طيب اخر لخبطة برضو، الغلط كان بدأ في الكبير. لو رحنا البيت طبيت، ننقل حتة حلوة بقى. عم طوبيت ده اللي منكم ذاكر سفر طوبيا، ده راجل طيب جميل قوي، راجل عايش في المسبي مسبي في زمن الاشوريين، والظروف قاسية جدا، وكل يومين تلاتة يلاقي واحد يهودي ميت في على الارض كده، مرمي على الارض ملوش صاحب. يقوم طوبيت يهتم جدا انه يعمل خدمة موت، عشان كده اغلب خدمات الموت يسموها خدمة طوبيا، انه ياخده وياخد الجثة يعني يخبيها عشان محدش، لان فيها تهمة، فيها حبس ده او فيها اعدام، كانش مسموح انه يدفنوا جثة اليهودي كتر الظلم. ويفضل صايم طول اليوم، ويجي على اخر النهار يكفنه ويدفنه، يقعد يعيط لربنا، يا رب ارفع غضبك عنا وكفاية السبي. عمل كده كتير قوي، وربنا عجبه جدا الامانة دي والحب ده، لانه بيحب شعبه وبيعرض نفسه لمشاكل لمجرد ما هو مش في ايده حتى فلوس يوزعها على الناس الغلابة ولا ينقذهم من يد الاشوريين، لكن كل اللي في ايده على الاقل يدفنهم بكرامة. طوبيت بقى وسط ده كله، فاكرين انها القصة اتعقدت بقى، في يوم قاعد يعيط كده ونعس شوية، نزلت يعني افرازات العصافير على عينيه، يبدو فيها حاجة اسيدك حمضية كده، كلت عينه او حرقت القرنية دي، فتعمى طبعا. ساعتها بقى ايه، صعب عليه خالص، وقبلها كانت مراته مسمعاه كلمتين ناشفين كمان، فطلب الموت لانه خلاص بقى يعني كان افتقر خالص، كل الفلوس خلصت، وكمان اتعمى وعندوش غير شاب صغير اسمه طوبيا، ومش باين لها السبي هيخلص، فصعب عليه. فكان طول الوقت عمال يشكر ويحتمل، وعنده ايمان وعنده رجاء. بصوا بقى على شخصية ابنه طوبيا، واخد من ابوه طبعا. طوبيا ده الشاب البسيط النقي اللي تعرف على طول ده اصله طيب. ربنا بعت الملاك رفائيل يمشي معاه، وهو كأنه ايه مش عارفه، راجل طيب وخلاص ماشي معاه. طوبيا ده الراجل يقول يمين يمين شمال شمال، طوبيا مطاوع مهاود لانه واخد من اخلاق ابوه. طوبيا عنده ايمان ان ابوه ده صلواته مسموعه جدا. طوبيا كل اللي فارق معاه ارجع افرح ابويا وامي، ايه الاخلاق العاليه دي، كل اللي يهمه ارجع اطمن بابا وماما، لانه من عارف ان قلبهم قلقان عليه، وعمال يستعجل في الملاك رفائيل، ولا فارق معاه انه اتجوز جوازه حلوه ولا جات له الفلوس كلها، كل اللي شغله ممكن اروح لبابا بسرعه اطمنه. يعني في خضوع، في طاعة، في بركة، كل ده لأنه ابنه طوبيت. فطوبيا طالع كمان مثل جميل. وبعدين طوبيا ياخد سارة ويقول لها لا نصلي ونصوم زي ما الملاك قال لنا، عشان ما نتحاربش الحرب الوحشة بتاعت الناس اللي ملهاش في ربنا، تسمع كلامه. كل ده مرجعه طوبيت، طوبيت اللي يخاف ربنا ويحب الشريعة ويعمل خير ويحتمل الضيقات، كل البركات دي قعدت في عياله. الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. نروح على بيت ماري مرقس. بيت ماري مرقس ده احنا نسمع عنه إيه؟ طيب الست الطيبة اللي اسمها مريم أم مرقس. مريم لم تذكر إلا إنها صاحبة العلية اللي بتستضيف فيها المسيح، والعلية دي مذكورة كتير، هي اللي اتعمل فيها العشر الرباني، غالبا المكان اللي غسل فيه المسيح رجلين تلاميذه، غالبا المكان اللي انسكب فيه الروح القدس غالبا. طيب هي الست دي حريصة كل الحرص ان المسيح يدخل بيتها، فطلع
ابنها بيموت في المسيح اللي أمه بتحبه، وعارفة أن دي أهم حاجة أن المسيح يدخل بيتنا. فبقى ماري مرقس بيحلم يعمل للمسيح بيت في مصر، وعمل بيت في مصر، بيت ماري مرقس اللي هي كنيسة القبطية كلها. ده كل ده لأنه أمه ست عظيمة، ست بتحب ربنا وما تفرحش غير أن ربنا يدخل بيتها. يجوز الست مريم دي عملت حاجة كبيرة قوي، احنا ما نعرفش، انها ألف في الحتة دي، انه انتوا عارفين ان ماري مرقس شوية كان خواف، بانت لما طلع من هدومه وجري، وبانت لما طلع مع بولس وسابه ورجع. لكن مريم امه مش خواف، مريم امه جريئة، لان في الوقت اللي اليهود كلهم عاوزين يخلصوا من المسيح جايب المسيح وتلاميذه بيته، لان هو ده المكان بتاعه. هي جريئة، هي قوية. تدور الأيام نلاقي ماري مرقس بقى جريء جدا، وقف للحضارة الفرعونية وأسس مدرسة اسكندرية وغير طبيعة مصر كلها ومنتهى القوة، مع أن كانت نقطة ضعف. بس ليه؟ لأن أمه حطت فيه، حتى لو هو ضعف في وقت، لا رجع تاني صورة أمه الست العظيمة اللي ما بتخافش دي، واللي استضافت المسيح مهما كانت التكلفة. لا طب أنا لازم أعمل زي ماما في الحاجات دي. إزاي ست زي كده تسيب ابنها ولسه ما جابش 20 سنة يطلع يسافر، مش عارفة هيرجع ولا مش هيرجع؟ ست قوية، لأن ماري مرقس طلع بدري، وده يمكن أحد أسباب أنه رجع، لأنه طلع مع برنابا وبولس وهو غالبا ما كانش جاب 20 سنة، ومش معروف هيرجعوا أمتى. لا في فاكسات ولا مسجات بقى ولا موبايلات ولا تليفونات ولا أي حاجة، يعني اللي يطلع يسافر الله أعلم، يعني بعد سنة بعد 10 أو مش هيرجع. أحبائي تاني نراجع المبدأ، كل اللي بنعمله هيطلع في أولادنا، إن كان حلو هيطلع، إن كان وحش هيطلع. المبدأ ده لو بقى واضح في دماغنا صدقوني هنراقب نفسنا طول الوقت. يجوز تهمل في حق نفسك، بس هيخاف عليك تهمل في حق أولادك. هتخاف إن غلطتك تأذي عيالك وأحفادك. فاكرين تعبير أفتقدها؟ ذنوب الآباء في الأبناء للجيل الثالث والرابع. هي مش معناها ربنا هيطلعوا فيهم، لا، ده معناه غلطتك هتتنقل لهم. هي ربنا ما بيطلعش حاجة في حد، لكن اللي انت بتعمله إياه تحصد. بتجذب في بيتك عيالك، هيكذبوا عليك، وهيكذبوا على زوجاتهم، وهيكذبوا في الدنيا، وهيضيعوا لأنك استحليت الكذب. بتصلي بأمانة، عيالك هيطلعوا يصلوا بأمانة. بتحب الناس وتخدم الناس، عيالك هيطلعوا يحبوا الناس. الخدمة أهم حاجة في حياتك، عيالك هيطلعوا يحبوا الخدمة جدا. الفلوس صغيرة ورخيصة في نظرك، عيالك عمرهم ما هيتخانقوا على فلوس. بتخاف من الناس، هيطلعوا عيالك بيخافوا من الناس. بتشك في الناس، هيطلعوا عيالك يشكوا في الناس. كل ده صدقوني بنشوفه قدام عينينا كل يوم، بالذات لو الواحد فينا حضر جيلين. يعني ايه؟ انا لا ادعي ان انا شفت جيلين متكاملين، لكن بسهولة جدا الواحد شايف الجيل والجيل اللي بعده كأنه بيتنسخ. طب هو ايه؟ مفيش حل؟ لا، في حل. التوبة هي الحل. طبعا ممكن واحد ما يطلعش نسخة من ابوه. امتى؟ لما يبقى واعي ان ده غلط وان ده مؤذي، فيبتدي يتحدى الطبع اللي ماشي في دمه. شوفوا قد ايه يتحدى الطبع اللي ماشي في دمه. ممكن يعني اهله كانوا بخلة وهو عارف ان هم بخلة، لازم بقى يقف لنفسه، بقى لازم يتحدى نفسه، لانه لو ساب نفسه هيبقى بخيل. فلازم يبقى طول الوقت مركز ويعند مع الإلحاح اللي استلقاه وهو صغير. الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. الرسالة دي في التربية بتخوف، لكنها كمان مفيدة. ليه؟ حبيت الإنجيل، عيالك هيحبوا الإنجيل. كل حاجة حلوة في حياتك هتتنقل لأولادك. خلاص ربي نفسك لمؤاخذة، زود الحلو اللي في حياتك كله قاعد لأولادك، بتسيب لهم أحلى فضائل بحكم انك عشت في الفضيلة. لإلهنا كل مجد وكرم.